تعز تحتفل بتخرج دفعة صناع القرار بحفل فني أبرز ما عاشه الطلاب من صعوبات وقفت أمام تعليمهم والذي اجتازته أحلامهم الباحثة عن مستقبلهم القادم. لم يكن الأمر بتلك السهولة، 4 سنين من عمرنا مضت وها نحن اليوم نحصد ثمار ما زرعناه من تعب وجد واجتهاد. نحن اليوم في حفل تخرجنا دفعة صناع القرار، الدفعة رقم 21، دفعة صناع القرار جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع تعز. أشكر كل باسمه وصفته، بداية بمدير الجامعة متمثل بالدكتور عبد الرحمن دبوان، ومن ثم رئيس القسم الدكتور عبد الملك المعمري، وأيضا دكاترتنا الكرام عبد الله قائد، محمد مهيوب، فتح المحضار، وغيرهم الكثير من الدكاترة الأفاضل. ونحن اليوم نشكر الجمهور على حضورهم لمشاركتهم فرحتنا اليوم لتتم تلك الحفلة الحفل بشكل تام. نحن اليوم نحتفل بدفعة صناعة القرار بعد جهد وعناء 4 سنوات، دام 4 سنوات وحصاد أيام التعب، وكل الشكر والتقدير إلى الوالدين الذي ساعداني إلى الوصول إلى هذه المرحلة. كان لابتسامتهم عنوانا بارز أبدى مقدار فرحتهم بما حصدت أيديهم اليوم بعد مرور 4 أعوام من جهد وتعب جعلهم اليوم يحملون اسم صناع القرار بما ستقدمه أفكارهم لبناء الوطن. لا تنهض الشعوب إلا بالعلم والرقي، العلم هو المصدر الرئيسي للنهوض الشعوب والخروج من الجهل والحروب والخروج من الحروب والخروج من الطمع والجشع الذي يصيب الناس. العلم تبنى الشعوب وتبنى وتخرج من الظلمات إلى النور. حفلت هذا الحفل البهيج والتكريم لطلابنا في محافظة تعز ليس لأجل ابنتي حنين فقط، بل لأجل بنات تعز وأبناء تعز. برغم كل الظروف، برغم كل الصعوبات في المحافظة، إلا أن احنا نحتفل ونهني ونبارك أبناءنا، ونتمنى لليمن السعيد إن شاء الله أن تعود كما كانت، ونتمنى لكل الطلاب بالنجاح والتوفيق. لم تكتفي الفرحة بسكن قلوبهم فقط، بل سكنت قلوب من كانوا دوما يقفون خلفهم واليوم يعانقونهم بسعادة ترقب مستقبلهم المشرق بجمال ما ستحمل أذهانهم من أفكار إبداعية.